طب احنا حاليا يعني في رحاب مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ودي نسخته رقم 27، يعني عدت سنوات طويلة بالنسبة له حاليا. ما الذي تحقق من المؤتمرات السابقة؟ أهم ما تحقق؟ يعني في حاجات كتيرة تحققت الحقيقة. نقدر نقول إنه يعني على المستوى الدولي يعني بقى خلاص ما فيش حد بيشكك إن موضوع التغيرات المناخية ده واقع مؤثرة على العالم وعلى البيئة، هتأثر على كل الناس، وإن لازم الجميع يشارك في ذلك. يعني أحد أسباب إنه الاتفاق بتاع الكيوتو فشل إنه كانت الدول المتقدمة بس هي اللي بتهتم بهذا الموضوع، اتفقت مع بعضها وما بصتش للدول النامية. ففي ده اللي خلاهم ان في اتفاقية باريس يقولوا لا، بما ان ما عرفناش نطبق قضية الكيوتو البروتوكول بتاع كيوتو، ففي اتفاق باريس احنا لازم نشرك الدول النامية ايضا في هذه القضية. وده اللي خلى انه يعني فدي اول يعني من الحاجات اللي هي خلت ان العمل المناخي يبقى اكثر في اهتمام بيه بشكل اكبر. هنقدر نقول انه مثلا عبر الزمن انه في كوب 7 على سبيل المثال كان اول مره يظهر قضيه المراه مثلا، او يتخذ قرار بشان المراه فيما يتعلق بقضايا المناخ. فطبعا في يعني زي في حاجات خلاص اصبحت يعني الدراسات والمناقشات جوه الكوب ما يعني ما هياش حاجه قابله للنقاش، زي اهميه دور المراه في العمل المناخي، اهميه التكامل ما بين اجنده التنميه المستدامه والعمل المناخي. دي حاجه برضو ما يعني الدراسات كلها بتبين، يعني ما ينفعش ان دولة مثلا فقيرة تقول انا فقيرة ماليش دعوة بقضايا المناخ والبيئة.